الأخ بندر من الرياض، تفضل أخي بندر. بندر من حايل. حايل، تفضل يا حامد. تفضل يا بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله سعداء يا شيخ بظهورك، الله يجزاك بالخير. جزاك الله خير. حياكم. تفضل. سؤالي جزاك الله خير، وجدت رجل وأعرف أنه ينتقل في العلماء ويقع في أعراض العلماء، وجدته يصلي بالناس، هل أدخل معه في الصلاة أم لا؟ طيب شكرا. نعم ادخل معه في الصلاة وناصحه، انصحه وقل له هذا لا يجوز لك الوقوع في أعراض المسلمين عموما والعلماء خصوصا، انصحه عن هذا وقل له إني أخاف أن يؤثر على صلاتك وعلى عبادتك. نعم.